السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع معنى قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المنافقين سوف يعذبهم الله في حياة الدنيا بالجوع وبأموالهم والخوف والهم والحزن، وسوف يعذبهم في عالم حياة البرزخ فيكونوا في أسفل الأرضين في ظلام دامس كثيف قريبين من جهنم، فيشمون رائحتها وهي الرائحة الكريهة النتنة، ويحسون حرها فيكون في رعب وضيق وشدة وألم وتعاسة لغاية يوم القيامة، وهذا ما يسميه بعض الناس بعذاب القبر. ويوم القيامة يردون إلى عذاب عظيم، وهو عذاب الحريق، ويسمى العذاب الغليظ، فيكون لهم العذاب العظيم وهو دخول جهنم، دخول النار والخلد فيها.